موضوع حلقتنا، وعشان كمان نروح ليه الدكتور نبيل، الواقعه اللي حصلت امبارح كرجل مرور، كضابط، كقياده في وزاره الداخليه، لما شفت الواقعه دي قلت ايه اول ما شفتها؟ والله شوف فندم، انا يعني انا استغربت جدا، ولولا ان انا اعرف نتائج الواقعه دي ان هي الحمد لله مرت على سلام، على سلام بمعنى ايه؟ ان هي لم ينتج عنها اصابات ووفيات. لو انا بشوفها لايف اقول هيموت فيها 10 15 واحد. تهور من هذا السائق، ومحدش يقول لي بس ان هو عشان شارب. حضرتك شارب باختيارك. شارب باختيارك. شارب باختيارك طبعا. فأنت قدامنا ان انت ماشي. حضرتك تعمل هذا الامر وان انت تمشي بهذه الطريقه وان انت تحاول، اي حد يحاول يتعداك انك تحاول بالظبط، يموت الناس، كان ممكن يموت يعني الناس بالظبط كده. نعم. يعني بهذا الامر طبعا ده شيء امر غير مقبول. وطبعا هو الجرائم اللي ارتكبها ديت فيها جرائم تصل الى حد الجنايه. أيوة. وهي اتلاف المال العام عمدا. دي جنايه تصل عقوبتها لثلاث سنوات سجن. وطبعا غير طبعا القياده وفي حاله سكر، وتم اثبات طبعا عن طريق النيابه العامه، ودي فيها سنه سجن. ده غير المواد التي ضبطت معه، والتي طبعا طب الشرع هيقول جوهرها ايه بالظبط، وحاله ثبات جوهرها انه احد المواد المخدره هتخش في حيازه وتخش في تعاطي. ده غير طبعا اللي حصل ده. لكن طبعا انا في الوقت نفسه يعني زي ما كنت بعمل مع سيادتك نقول ايه، نقول ان انا برضو في بعض المخالفات تحتاج الى تجديد. بس نفرق يعني لما نقول مثلا ايه، تعمد تعطيل حركه المرور. او اعاقتها. الغرامه من 500 مثلا ل 2000 جنيه. ماشي، ده في الوضع العادي واحد بيعمل حركه بيضايق واحد فيعطل حركه المرور، نزل اتخانق مع واحد، لكن حاجه زي كده لكن الوضع زي ده لازم يبقى فيه تجديد. هناك فرق كبير جدا ان واحد حتى غلطان يعني بيقول لسيادتك ده مش صح اللي يعمله. نزل حضرتك مثلا واحد بيزن على راح نازل وعطل المرور واتخانق معاه، ما ده تعطيل، تعمد تعطيل حركه المرور. ماشي، يعاقب بالغرامه اللي الناس هتقول له اتفضل ماشي. لكن واحد يعرض امن وحياه المواطنين للخطر وامن الطريق للخطر، انا اعتقد ان محتاجه برضه تجديد شويه في العقوبات، تصل حتى الحبس، وتبقى متوصفه كده صح بالواقع اللي قدامنا، انه شارب مخدرات، انه هو يعرض احياته والمواطنين للخطر. ده لازم عقوبات جسيمه. طيب اروح للدكتور نبيل، ايه اللي احنا بنشوفه النهارده او اللي حضرتك بترصده كيعني احد اساتذه علاج السموم والادمان في هذا المجال؟ ايه اللي بتشوف في مساله التعاطي؟ هل زياده شويه او زياده شويتين؟ وايه اخطر حاجه النهارده على الشباب؟ والله اقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، إذا كان في زيادة في زيادة للأسف كتيرة؟ من خبرتي ومن اللي بشوفه، لا، اللي أنا بسميها المخدرات المستحدثة اللي هي